رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بالأوامر الملكية السامية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بما اتخذته الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لضمان سلامة المواطنين والمقيمين ودعم الفئات المتضررة بما تم اتخاذه من إجراءات للتقليل من الآثار والتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا، مستعرضا المجلس الآثار الإيجابية لما مجموعه 14 مبادرة تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4 مليار و300 مليون دينار وبرامج الدعم الأخرى للتعامل مع الظرف الحالي. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستمرار في جهودها للتخفيف من آثار الوباء على مختلف الصعد. كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية كل في اختصاصه برفع تقرير متابعة عن تنفيذ المبادرات والتوجيهات والأوامر الصادرة بهذا الشأن. بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الصحفيين والإعلاميين بيوم الصحافة البحرينية، وأشاد سموه بجهود الأسرة الصحفية والإعلامية ومنجزاتها في الدفاع عن مصالح الوطن ومكتسبات شعبه وإسهاماتها المشكورة في تنوير الرأي العام وخلق الوعي المجتمعي، مؤكدا سموه دعم ومساندة الحكومة للصحافة البحرينية وتمكين الصحفيين والإعلاميين من أداء دورهم المهني والتنويري. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، عرض معالي وزير الداخلية تقريرا بشأن الإسعاف الوطني تضمن بيان مستوى أداء الإسعاف الوطني في مرحلته الأولى الممتدة بين مايو 2019 وإبريل 2020 من حيث عدد البلاغات التي تمت الاستجابة لها والبالغ عدده حوالي 23,000 بلاغ بمعدل 70 حالة يوميا باشرها الإسعاف الوطني، وبلغ متوسط سرعة الاستجابة دقيقة ونصف الدقيقة، وكان متوسط زمن الوصول إلى الحالة 11 دقيقة وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: أولا، ضمن برامج ومبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وإنفاذا لأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الإسكانية لدى بنك الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداء من إبريل 2020، كما قرر المجلس إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. وكلف المجلس بنك الإسكان بإعادة ترتيب أولويات صرف ميزانيته للسنة الحالية بمنح الأولوية لتوفير الميزانية اللازمة لصرف التمويل الإسكاني لحوالي 700 تمويل، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. ثانيا، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وتسهيل إنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. ثالثا، بحث مجلس الوزراء مقترحا لفصل ميزانية المشاريع الإنشائية عن ميزانية وزارة التربية والتعليم وإلحاقها بميزانية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم، حيث قرر المجلس إحالة المقترح للدراسة في اللجنة
اللجنة الوزارية والمالية الاقتصادية والتوازن المالي. رابعاً، حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ومشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. خامساً، حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. سادساً، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن عدم إدراج هيئة الكهرباء والماء ضمن الجهات الملزمة بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بنفت بالمعلومات الخاصة بالعملاء. سابعاً، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة حول إنشاء مستشفى للولادة في منطقة الرفاع، وكلف المجلس الأعلى للصحة بدراسة المقترح في ظل تطبيق نظام الضمان الصحي وآلية التيسير الذاتي بالمستشفيات والمراكز الصحية. ثامناً، بحث مجلس الوزراء اقتراح برغبة لاستملاك أرض وتحويلها إلى منتزه في مدينة عيسى، وتمت إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لمزيد من الدراسة. تاسعاً، استجابة للاقتراح برغبة والمرفوع من مجلس النواب، فقد كلف المجلس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع ضوابط على استيراد وبيع وزراعة أشجار الكونوكاربس.